انا اشوف انه يعني هذا سلاح ذو حدين، تغيير المدرب وقت قبل كاس العالم بيوم. يعني المشكله باكر اذا ادى المنتخب الاسباني قال لك والله الاتحاد الاسباني خذ القرار الصحيح وخذ يعني القرار اللي بصالح المنتخب، اذا صار الاداء سلبي راح يصير الكلام العكس. القرار طبعا عشان نوضح لك سلمان ومشاهدينا ان جدد لوبتيغي سنتين مع الاتحاد الاسباني وبعدها وقع مع طلع خبر رسمي واعلن نادي ريال مدريد انه تعاقد وياه، بعدها رئيس الاتحاد الاسباني اقاله. وهو وقع اليوم وقع وشفنا المؤتمر الصحفي اليوم وقع ساعة. بس قبلها كان الخبر رسمي مع مشاري. بغض النظر عن انا هني هذه يسحبني الموضوع ثاني تماما عن اقاله مدرب او جلب مدرب. يعني هل اداره ريال مدريد اقوى من الاتحاد الاسباني اللي قاعد تسوي هالشغل هذا كله؟ انا اعتقد راح تخلق مشاكل كبيره الان، راح ياثر على المباراة باكر، راح تاثر 100% راح تاثر بالسلب. يعني مدرب يجي قاعد ياي سنتين نتائجه زينه وياي ومنظومته شغال واللاعبين حفظوه وحفظ اللاعبين. طيب السمير قال نقطه ان كل اغلبهم نجوم ولاعبين طيب في افضل انديه العالم، برشلونه ريال مدريد. من الذكاء انك ما تغير، يعني مستحيل في مدرب بيومين تبي يغير منظومه بيغير، وانت استلمت يمكن تمرينين وباكر عندكم مباراه قويه امام البرتغال. يعني البرتغال مرشح قوي، يعني مرشحين قويين للمجموعه بالمجموعه. فانا ما ادري، يعني باكر راح يبين هل القرار اتخذ في صالح المنتخب الاسباني او اتخذ عكس صالح المنتخب الاسباني من خلال اداء اللاعبين. باكر اللي راح نشوفه امام منتخب بلجيكا، ولا ننسى ان هذه يمكن اهم مباراه المجموعه بالنسبه حتى للمنتخب امام منتخب البرتغال.